السلام عليكم، مهندسة نرمين ماجد، مدرس مساعد قسم اتصالات مودرن اكاديمي، معمل دوائر منطقية، التجربة رقم 4، الاس ار الارم يوزنج الاس ار فري فلوب. طيب هو ايه الاس ار فري فلوب اصلا؟ الفري فلوب هي ميموري بتخزن 1 بت. عندنا 4 انواع من الفري فلوب، اس ار، جي كي، دي وتي. النهارده هنتكلم على البيزك فري فلوب. الاس ار بقيه الفري فلوب كلها بتيجي منها يعني، فاحنا هنتكلم على البيزك ونعمل ابلكيشن عليها. طيب احنا قبل ما نتكلم على الابلكيشن بتاع الاس ار فري فلوب لازم نعرف ايه هي الاس ار فري فلوب بتشتغل ازاي. الاس ار فري فلوب ست ريسيت فري فلوب، شكلها زي ما درسنا في المحاضرات، هي عباره عن 2 ناند بالشكل ده. الانبوت هنا الانبوت هنا اس والانبوت هنا ار، والانبوت الثاني داخل على الاوتبوت بتاع الناند الثانيه، والانبوت هنا داخل على الاوتبوت بتاع الناند الاولانيه. يبقى ده الشكل العام بتاع الاس ار فري فلوب. طيب بتشتغل ازاي؟ زي ما اتفقنا اي موديول عايزين نعرف بيشتغل ازاي بنروح نجيب له ترو ستيبل. ترو ستيبل بتاع الاس ار عندي 2 انبوت احتمالاتهم 4 كالعاده، 0101 صفرين واحدين. طيب بتشتغل ازاي؟ عشان نعرف الفلي فلوب دي بتشتغل ازاي لازم نروح نعمل تريسنج. يعني ايه تريسنج؟ يعني نمشي بالستيتس دي على الرسمه وستيت ستيت عشان نطلع الاوتبوت. فاحنا عملنا تريسنج في المحاضرات وعرفنا ان احنا لما ندخل على الاس 0 والار 0 الخارج هنا عند الكيو والكيو بار يطلع 1 و1. فالناس قالت يعني ايه الاوتبوت والعكسه كيو بار يعني عكس الاوتبوت زي بعض، فسموا ان الستيت دي انديفايند ستيت او الفاي ستيت، مش معروفه ازاي الحاجه وعكسها زي بعض. طيب لو عملنا تريسنج بالزيرو وال1 هيطلع الاوتبوت 1 و0. طب لو عملنا تريسنج ب1 و0 مع الرسمه هيطلع الاوتبوت الكيوب 0 والكيو بار ب1. طب لو عملنا ب1 و1 لقينا ان احنا لو دخلنا على الاس 1 والار 1 الاوتبوت هنا الكيو والكيو بار دايما بيدوني الحاجه المتخزنه. يعني انا لو الستيت اللي قبلي هي دي فاللي متخزن فيها 0 1، فلما ادخل 1 1 يطلع 0 1. لو الستيت اللي قبلي كانت 0 1 فاللي هيطلع 1 و0، فهيطلع الاوتبوت هنا 1 و0. فلقوا ان لما يجي 1 و1 بيديني المتخزن. طب نسميها ايه؟ المتخزن بنسميه كيو ان. يبقى كيو ان هو المتخزن والكيو بار هو كيو ان بار. يبقى حاله ال1 و1 بتديني المتخزن، حاله ال1 و0 بتديني 0، حاله ال0 وال1 بتديني 1، حاله ال0 وال0 بتديني فاي انديفايند ستيت. الفاي دي شكلها ايه؟ الاوتبوت وعكسه طالعين زي بعض. طيب ده كده شكل الاس ار فلي فلوب. هناخد بقى الفلي فلوب دي نعمل بيها اول ابلكيشن اللي هو الاس ار الارم. عايزين نعمل جهاز انذار يفضل شغال، يعني الانذار يفضل شغال، دي فكره جهاز الانذار، ان الانذار يفضل شغال الا اذا انا فصلته بايدي. دي فكره اي جهاز انذار موجود في محل ذهب، موجود في اي حته، انا عايزه اعمل انذار. فالناس قالت هنعمل جهاز الانذار ده باستخدام الاس ار فلي فلوب. طب هل الاس ار فلي فلوب هتحقق الهدف بتاع جهاز الانذار؟ تعالوا نشوف. هناخد رسمه الاس ار فلي فلوب ونعدل عليها بحيث نعمل الابلكيشن بتاعنا. طيب هو احنا هنعمل الارم شكله ايه؟ لايت الارم. يعني الاس ار لايت الارم يعني ايه؟ الارم شغال بالضوء. الارم شغال بالضوء، الضوء هو اللي بيشغل الارم. طب ازاي هدخل اللايت على الاس ار فلي فلوب؟ فقال لي انا ممكن ادخل اللايت من خلال حاجه تكون سنسيتيف لللايت. طب مين هي الحاجه السنسيتيف لللايت عندنا في المعمل؟ المقاومه، بس مش مقاومه عاديه، لايت ديبندنت ريزيستور، بنسميها LDR، ده الاختصار بتاعها LDR، لايت ديبندنت ريزيستور، مقاومه سنسيتيف لللايت، بتحس باللايت. طيب هركبها ازاي على الاس ار فلي فلوب؟ ده شكل الاس ار فلي فلوب. اركب ازاي المقاومه على الاس ار فلي فلوب؟ مش منطقي ان انا امسك دايره واشتغل عليها من خلال زرار الريسيت بتاعها. هو ريسيت في اي جهاز انتوا عارفينه يعني ايه؟ يعني يصفر الجهاز. فاكيد مش همسك سلكه الريسيت وادخل عليها ال دي ار، فهمسك السلكه بتاعه الاس وابتدي ادخل عليها المقاومه ال دي ار، وده السيمبل بتاعها. طيب واللايت هينزل على ال دي ار ونشوف هيحصل لها ايه. طيب لو انا عملت كده المفروض ال دي ار اللايت بيسقط عليها، هيسقط عليها منين؟ من المعمل، او لو اضاءه المعمل مش قويه ممكن تفتح كشاف الموبايل. يبقى انا هوجه اللايت على المقاومه ال دي ار من خلال كشاف الموبايل او من خلال اضاءه المعمل. طيب ايه اللي بيحصل لها؟ المقاومه اللي عندنا في المعمل السبيسيفيكيشن بتاعتها او خصائصها ان لما اللايت بيسقط عليها مقاومتها بتقل. مقاومتها بتقل، انا ما يهمنيش مقاومتها بتقل، انا هنا لوجيك يهمني 0 1. يعني ايه مقاومتها بتقل؟ يعني الفولتج دروب عليها هيقل. طب انا لازم اترجمها الفولت عشان اعرف اترجمها اللوجيك، يبقى لوجيك 0. طيب لما اشيل الضوء من عليها، طفيت لون المعمل او خبيتها كده بايدي، يبقى انا شلت الضوء من عليها، يبقى اسمي دارك. طب مقاومتها بيحصل لها ايه؟ بتزيد.
طب يعني الفولتج دروب عليها بيزيد، طب علاقتها ايه باللوجيك؟ يعني لوجيك 1. يبقى المقاومه دي شغاله باللوجيك كالاتي: يسقط اللايت عليها يترجم لفولتج تقل فتديني زيرو، يبقى اللايت بزيرو. شيل اللايت من عليها يترجم لفولتج يزيد فتديني 1، يبقى اللايت بزيرو والدارك ب 1. طيب عرفت بتشتغل ازاي؟ يبقى انا هسكت الضوء عليها هتدي زيرو، هشيل الضوء من عليها هتدي 1، صح؟ طيب نفترض ان هي كده، انا حاطه المقاومه دي بس كده لوحدها. طب انت عماله تقولي هنزل، يبقى هنا في 5 فولت، يبقى انا حاليا محتاجه ال دي ار بس عشان اعمل اللايت الارم. طيب لو انا سبت ال دي ار بالشكل ده ايه اللي هيحصل؟ احنا عمالين نقول اللايت هيسقط فتديني زيرو، هنشيل اللايت فتدي 1، لا والله هي مش هتدي لا زيرو ولا 1، هو ده اللي بيحصل لها فعلا المقاومه، بس انا مش هحس بيه. ليه؟ لان انا دايما هنا 5 فولت، مش في 5 هنا وهنا جراوند، يبقى انا عمري ما هحس بالكلام اللي انا عمال اقوله ده. وبالتالي انا محتاجه احط حاجه مع ال دي ار، مش هوصلها لوحدها، احط حاجه معاها. ايه الحاجه معاها دي؟ تعمل فارينج في الفولتج، فبالتالي ابتدي اقدر احس بالتغيير في الفولت اللي انا عمال اتكلم فيه. فاحط معاها مقاومه، ملازمتها ايه؟ لازمتها انها تحقق الفارينج في الفولتج اللي انا بتكلم فيه، فالخمسه بدل ما تبقى هنا هتبقى هنا. فايه اللي يحصل؟ الضوء ينزل، مقاومتها تقل، الفولتج دروب عليها يقل بالنسبه للفولت الكلي فتدي زيرو. نشيل اللايت، مقاومتها تزيد، الفولتج دروب يزيد فتدي 1. يبقى كده الفارينج في الفولتج هيتحقق فعلا، بس مش هيتحقق الا لما احط مقاومه معاها. طيب بتظبيطات الفولتج وحساباتنا لقينا ان المقاومه دي انسب حاجه ليها 5 كيلو اوم. تمام؟ طيب يبقى ده شكل اللايت الارم يوزنج الاس ار فلي فلوب، الفلي فلوب الرسمه بتاعتها العاديه. وهشيل الاس ستيت او سلكه الاس واحط مكانها ال دي ار، مقاومه ال دي ار ومعاها مقاومه عشان تحقق الفارينج في الفولتج. طيب هل لو انا عملت تريسنج مع الرسم او جيت اطبق على الرسمه دي اللاي الالارم هيتحقق فكرته؟ تعالوا نشوف. انا عندي كام انبوت؟ عندي 2، مش هنا الاس؟ ماشي، الاس بقى الارم هترجمه ان هو يا اما لايت يا اما دارك. طيب 2، يبقى في 4 احتمالات هنا. طيب الاس احتمالاتها ايه؟ احتمالاتها بقى يا اما لايت يا اما دارك، فاحتمالاتها 0 1 0 1، مره لايت لان اللايت بزيرو، مره دارك لان الدارك ب 1، وزيرو لايت ودارك ب 1. يبقى مره لايت مره دارك، مره لايت مره دارك. طب والار؟ الار احتمالاتها يا اما انا عامله ريسيت للجهاز يا اما انا مش عامله ريسيت للجهاز، فمش هينفع اقول صفرين واحدين زي ما كنا بنعمل قبل كده، لا هقول يا اما انا عامله ريسيت يا اما مش عامله ريسيت. لو انا مش عامله ريسيت، لان منطقي ان انا لما ابتدي اقول ان انا مش عامله ريسيت، ما ينفعش اقول انا عامله ريسيت من البدايه، يعني عامله ريسيت يعني فصلت الجهاز من الاول، لا. فانا هبتدي بان انا اقول 1 و 1 ان انا ايه؟ مش عامله ريسيت، يبقى مش عامله ريسيت مش فاصله الجهاز، يعني الار عليها 1. عامله ريسيت يبقى الار عليها 0. يبقى انا كده كونت شكل الترو ستيبل او التيبل بتاع الالارم، قربته للفلي فلوب العاديه وكونته لايت دارك لايت دارك، والار مش عامله ريسيت يا اما عامله ريسيت، فمش عامله ريسيت يعني ب 1 وعامله ريسيت يعني 0. وابتدي اشتغل بقى، اشتغل ايه؟ اطبق في الجدول ده واشوف هل هتتحقق فكره الالارم، اللي هي ايه فكره الالارم؟ ان الجهاز يفضل الارم 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 الا اذا انا فصلته وشلت من عليه الضوء. طيب تعالوا نشوف لما الاس ب 0 والار ب 1 يا ترى يديني ايه؟ عشان اعرف يديني ايه لازم ارجع للفلي فلوب، جدول الفلي فلوب العادي. لما الاس ب 0 والار ب 1 يدي 1، 1 يعني ايه؟ الارم اون. طب الحمد لله، اول احتمال لما انا اكون مديه لايت ومش مديه ريسيت منطقي جدا ان الالارم شغال، منطقيه، والفلي فلوب قال انها منطقيه والالارم شغال. طيب لما الاس ب 1 والار ب 1 يعني ايه؟ يعني انا شلت اللايت، يبقى دي اول احتماليه اهو ان انا اشيل اللايت. الناس هتفتكر ان انا لو شلت اللايت الجهاز يفصل، الفلي فلوب بتساعدني ان انا لو شلت اللايت طول ما انا مش دايسه ريسيت ان الجهاز ما يفصلش. يبقى دي اول فايده للاس ار فلي فلوب، ان انا شلت الحاجه المسؤوله عن الالارم، اللايت شلته بس ما دوستش ريسيت. طب تعالوا نشوف لما الاس ب 1 والار ب 1 ايه الفايده هنا؟ انها بتديني المتخزن. طب هو ايه المتخزن؟ المتخزن ان كان فيها 1 فادتني 1. يبقى دي اول ميزه للاس ار فلي فلوب في فكره الالارم، ان لما بديها 1 و1 يعني بشيل اللايت من عليها بس انا مش دايسه ريسيت، الفلي فلوب بتقول لي انها بتديني في الاحتمال دوت المتخزن، فالمتخزن 1 فانا بفضل اون، بفضل الارم. طيب الحاله اللي بعدها، الحاله اللي بعدها بدايه من الحاله اللي بعدها ابتدي ادوس على زرار ريسيت. الباشمهندسه اتفقت معانا ان الجهاز بيفضل شغال الا اما ادوس على زرار ريسيت واشيل مصدر الضوء. طب هنشوف لما اما احط لايت بس دايسه ريسيت هل الجهاز يفصل؟ المفروض كفكره الارم ان هو ما يفصلش،
هل الاس ار فيه فلوب هتحقق لي الكلام ده؟ تعالوا نشوف. لما ندي لايت يعني لوجيك زيرو والار عليها زيرو يعني انا دايسه على زرار الريسيت. الاس ار تديني ايه؟ زيرو زيرو بيديني 1 1 اللي هي الانديفايند ستيت. طب 1 يعني ايه؟ يعني الارم. يبقى دي ميزه الاس ار اديتهاني ان حاله الانديفايند ستيت دي خلت الالارم يفضل شغال. تمام. طيب اخر حاله بقى انا مديها دارك يعني 1 لوجيك 1 ودايسه على زرار الريسيت. دي الحاله اللي هي انهي؟ انا دوست ريسيت وشلت المصدر الضوء، المفروض الالارم يفصل. تعالوا نروح نشوف لو ادينا الاس 1 والار 0 فعلا بيديني لوجيك 0 اللي هو الالارم اوف. يبقى دي الحاله الوحيده اللي الالارم هيبقى اوف فيها، يبقى الالارم هيبقى اون في كل الحالات، والحاله الوحيده اللي الالارم هيبقى اوف فيها وهيدي 0. يبقى فعلا استخدام الاس ار فلي فلوب فادني في ان انا حققت اس ار الارم. طيب احنا عايزين بقى نوصل الكلام ده على الموديول او نحققه عملي. هناخد نفس التوصيله الاول نحققها اس ار فلي فلوب، نحقق الجدول بتاعه. طيب الاس ار فلي فلوب التوصيله بتاعتنا اهي، والاي سي هي بتاعتنا رقم 7400 اللي هي اي سي هات النندات. طيب عشان اسهل على نفسي التوصيله اعمل ايه؟ اختار اي اتنين نند وارقم على الرسمه انا اخترت مين. فانا هنا اختار واحد واثنين والاوتبوت بتاعهم 3 و4 و5 والاوتبوت بتاعهم 6 اهو. وعلى الرسم رقمت ان انا هاخد واحد واثنين والاوتبوت بتاعهم 3 و4 و5 والاوتبوت بتاعهم بستة. لو بصيت على الرسم هلاقي ان الاس هو رقم واحد والار رقم خمسة، دول اللي يتوصلوا على السويتشات. اتنين وستة يتوصلوا ببعض وتلاتة واربعة يتوصلوا ببعض، والاوتبوت هيتاخد على الليد زي ما احنا كاتبين رقم ستة ورقم تلاتة. دي كده توصيلة الاس ار، وهبتدي احقق الجدول. بعد كده انا الهدف بتاعي مش الاس ار، انا الهدف بتاعي الاس ار الارم، بس لازم احقق جدول الاس ار الاول. طيب هقوم بقى فصل السلكة بتاعت الاس وحاطه ال دي ار موصلة مقاومة طرف منها برجل رقم واحد والطرف التاني بالجراوند. طيب وحتى مقاومه تانية طرف منها برجل ال دي ار والطرف الثاني بالفي سي سي. تمام. يبقى انا في توصيلتين على نفس الايه الكت، احقق الاس ار الاول وبعدين احقق فكره القرار. هنروح دلوقتي نشوف نحققها عملي ازاي على الموديول. اتفضل. دلوقتي بقى هنبتدي نشوف ازاي نشغل تجربه الاس ار الارم عمليا. اول حاجه هنحقق جدول الاس ار الاول وبعدين ندخل مقاومه ال دي ار عليه ونشغل الالارم. طيب هنحقق الاس ار زي ما اتفقنا على البورد ان احنا هنبتدي نختار اتنين من البين كونفيجريشن ده، اتنين ناند وليكن الناند دي والناند دي. فهنوصل الاتي: بين رقم واحد هنوصلها على السويتش اللي هو الاس، بين رقم خمسه هنوصلها على السويتش اللي هو الار، ونوصل اتنين بسته ببريدج. هتلاقي اتنين متوصله بستة ببريدج على الاي سي وتلاته باربعة. طيب فين الاوتبوت بتاعي؟ الاوتبوت بتاعي الرجل رقم تلاته يبقى هناخدها على الليد اللي هي كيو، والرجل رقم سته هناخدها على رجل البن اللي هي كيو بار. يبقى احنا كده وصلنا الانبوت على السويتشات والاوتبوت على الليد والبريدجات اللي في النص اللي بتربط الندات ببعضها. طيب هتشتغل ازاي؟ المفروض تشتغل تحقق الترو ستيبل اللي كنا راسمينه على البورد. لما ندي 0 0 بيطلع ايه؟ زي ما احنا شايفين على الليد بيظهر 1 والكيو بار ب 1 اللي هي حاله الانديفايند اللي اتفقنا عليها. طب لما الاس ب 1 والار ب 0 بتدي 0 و 1. طب لما الاس ب 0 والار ب 1 بتدي 1 و 0. يبقى اخر حاله عندي هنا 1 و 0. فلما اديها 1 و 1 تديني البريزنت ستيت اللي هي اخر حاله عندي، فعلا ما اتغيرتش، ادتني 1 و 0 ادتني المتخزن، وبقى انا كده حققت ايه؟ الاس ار ترو ستيبل. طيب عايزه دلوقتي ابتدي اعمل ايه؟ ادخل عليه ال دي ار، فهشيل السلكه بتاعت الاس وادخل مقاومه ال دي ار ومعاها المقاومه الثانيه اللي هتعمل لي بارنج في الفولتج، وابتدي احقق الترو ستيبل بتاع الالارم. هنبتدي نشيل السلكه بتاعت الاس ونحط الالارم ال دي ار والمقاومه اللي بتعمل بارنج في الفولتج. فشلنا السلكه بتاعت الاس وحطينا ال دي ار عند الطرف الاس والطرف الثاني عند الجراوند، والمقاومه عند الاس والطرف الثاني عند الفي سي سي، وهنبتدي نحقق جدول الالارم. طيب اول حاجه في جدول الالارم هدي مره اللايت اللي هي 0 ومره 1 دارك، وفي نفس الوقت الار مش مديها ريسيت فالار ب 1. طيب مديها لايت، اللايت بتاع المعمل فمديني الارم. طيب مش مديها ريسيت يعني الار ب 1 وحطيت ايدي على ال دي ار مديها برضو الارم. تمام. طيب هبتدي بقى افصل الريسيت، هبتدي افصل الريسيت. طيب ايه المفروض يحصل؟ يدي برضو الارم. فصلت الريسيت ومديها اللايت بتاع المعمل ادى الارم. طيب خلي بقى فصل الريسيت ودوست دارك، ايه اللي حصل؟ حطيت ايدي على ال دي ار، اللي حصل ان الالارم فصل. يبقى دي الحاله الوحيده فعلا اللي الالارم بيفصل فيها اللي هي ايه؟ دايسه ريسيت الار ب 0، دايسه ريسيت الار ب 0 وحاطه ايدي على ال دي ار فالالارم فصل، لكن في بقيه الاحوال كلها الالارم اون. وبكده يبقى خلصنا العملي بتاع ال دي ار كاس ار الارم.